معي على الهواء مباشرة من مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ما هو مرتقب من فعاليات جديدة في مهرجان العالمين في نسخته الثانية، وشكل الإقبال الجماهيري كما تلمسه؟ مرحبا بكم من مدينة العالمين الجديدة. لازلنا نتابع معكم الفعاليات المتنوعة الكبيرة في مدينة العالمين الجديدة. وفيما يتعلق بإقبال الزائرين والجماهير، كنا نعيش ليلة كروية بالأمس في مدينة الألعاب الرياضية وفي ملعب كرة القدم تحديدا في التحدي الذي كان موجود مع الكابتن محمود عبد الحكيم لاعب بتروجيت السابق. وكان هناك عدد من الجماهير العاشقة لكرة القدم وخوض هذا التحدي. كان التحدي الأول هو يعني قطع الكرة من كابتن محمود، بحيث من يستطيع قطع الكرة بشكل أكبر يدخل السباق ويفوز ببعض الجوائز المالية الموجودة. ثم التحدي الآخر هو كان تحدي السرعة، وكان مقياس السرعة هو الذي يحدد من الذي يفوز بهذا التحدي. ورأينا وجود بعض الأسر المصطحبة لأطفالها العاشقة لكرة القدم، ويعني عبروا عن سعادتهم بوجودهم للمشاركة في الفعاليات الرياضية بعد أن شاركوا في بعض الفعاليات صباحا على الشاطئ في وسط البحر الجميل في مدينة العالمين الجديدة. اليوم أيضا سيكون هناك استكمال لبعض الفعاليات، ولكن البداية ستكون بالفعاليات الثقافية. الممشى السياحي اليوم، وهو أحد المناطق الترفيهية الهامة في مدينة العالمين الجديدة، سيشهد عروض للسيرك القومي، وأيضا عروض لفرق الفنون الشعبية والتراثية، وأيضا فرق التنورة على الممشى السياحي. وبالتأكيد سيكون هناك تفاعل، خاصة مع الإقبال الشديد الذي يكون على هذا الممشى في مساء هذا اليوم. ونحن كنا قد رأينا هذه الفعاليات في النسخة الأولى والإقبال الشديد من الجماهير، فسنكون معكم بالتأكيد من خلال هذه الفعاليات ونرصد حالة الإقبال والسعادة على زائري مدينة العالمين الجديدة. أشكرك جزيلا محمود جميل على الهواء مباشرة من مدينة العالمين.